أسماء للقطط الإناث: أستر، أميرة الاستراحة، لأن القطة تعشق الاسترخاء وقضاء وقتها في الاستراحة. جوهر، سيد اللمعان الخفي، لأن القطة غالباً ما تمتلك فرون لامعاً وتظهر جمالها الخفي. طارة، تشارة الكون، لأن القطة غالباً ما تبدو وكأنها تحمل حكمة وتأمل الأمور باتمان. جميلة، ملكة العشوائية الساحرة، لأن القطة غالباً ما تقوم بحركات غريبة وعشوائية تضفي عليها سحراً خاصاً. لايلا، مغنية الليل الشهيرة، لأن القطة غالباً ما تصدر أصواتاً جميلة مبناءً صغيراً أثناء الليل. لولو، لأن القطة غالباً ما تستمتع باللعب والمرح مع اللآلئ المفقودة وتلتهمها بشغف. نرجس، ملكة التكبر، لأن القطة غالباً ما تبدو وكأنها تحمل نظرة متكبرة وتظهر فخراً في مظهرها. شرميلة، راقصة الشرم الكوميدية، لأن القطط في بعض الأحيان تقوم بحركات راقصة طريفة ومضحكة. دايزي، أميرة الزهور المشوقة، لأن القطة تعشق اللعب والتسلية بأشياء بسيطة مثل زهور الحديقة. ميلي، أستاذة التسلية المثيرة، لأن القطة غالباً ما تستمتع بلحظات التسلية وتتفاعل بشكل مثير ومرح. جيسبر، رئيس الدراما القطية، لأن القطط في بعض الأحيان تظهر حركات ومواقف درامية تثير الضحك والدهشة. كيتي، سيدة الأناقة القطية، لأن القطط تمتلك أناقة طبيعية في حركاتها ومظهرها. لوسي، ساحرة الكسل المغرية، لأن القطة غالباً ما تستطيع إرضاء الجميع بكسلها ورغبتها في الراحة. كوكو، ملكة اللعب الجنوني، لأن القطة غالباً ما تتحول إلى جنون اللعب وتظهر حركات وقفزات مثيرة. ستيلا، سيدة السماء المتلألئة، لأن القطة غالباً ما تظهر بمظهر يشبه النجوم تسطع في سماء المنزل. صوفي، مستشارة الأزمات القطية، لأن القطط في بعض الأحيان تظهر بملامح تاء. باتي، سيدة النعاس الخفي، لأن القطة غالباً ما تبدو نشطة في الليل وتختبئ للنوم في النهار. بلو، لأن القطط ذات الفرو الأزرق يمكن أن تظهر بمظهر هادئ وبارد. أسماء القط للذكور: بدر، سيد الكسلة، لأن القطط تحب النوم والاسترخاء. باهر، شيخ اللامبالاة، لأن القطة غالباً ما تبدي اهتماماً قليلاً لما يدور حولها. أمطار، فارس الكراسي، لأن القطة تعتبر الكراسي مملكتها الخاصة وتحب الاستلقاء عليها. فهد، ملك العشبة الضاحكة، لأن القطط في بعض الأحيان تبدو وكأنها تضحك أثناء لعبها والقفز حوله. غادي، لأن القطط تحب استكشاف المناطق المحيطة بها والتجول في مغامرات. ريان، سيدة اللقافة، لأن القطة تتمتع بمهارة اللقافة والتنقل بين الأماكن بسرعة ومرونة. شمل، لأن القطط تحب اللعب والمرح وتظهر حيوية ونشاطا في أوقات اللعب. ألفي، لأن القطة غالباً ما تبدي ظهراً من الغرور والاعتزاز بنفسها. ميستي، وزير الفوضى، لأن القطط تحب أحياناً إحداث فوضى في المنزل بمغن. نمير، أمير النوم العميق، لأن القطط تستطيع النوم بشكل عميق ومريح لفترات طويلة. أوسكار، مخرج الدراما القطية، لأن القطة غالباً ما تستمتع بالقيام بحركات درامية وعبيرة. جينجر، سيد الليالي الحارة، لأن القطط الزنجبيلية غالباً ما تتمتع بلون فراء دافئ وترتبط بالأجواء الدافئة. سيمبا، تفسير مضحك، ملك الطعام، لأن القطة تميل إلى الاستمتاع بوقتها مع الطعام والأكل بشهية. بيو، ملك الكسل، لأن القطط تتمتع بالراحة والكسل وتستمتع بقضاء وقتها بلا قلق. ملاكي، سيد السواد الأنيق،
لأن القطط السوداء تتمتع بجاذبية خاصة وتظهر أناقة مغموضا في مظهرها. جاك مغامر الشبهات، لأن القطة غالبا ما تستكشف وتفحص الأشياء بفضول وشكوك. تشارلي المدرب المخضرم للبشر، لأن القطط في بعض الأحيان تظهر مهارات التحكم والترويض مع أصحابها. مايلو رائد الألغاز القطية، لأن القطة غالبا ما تظهر ملامح غامضة وتلفزية في سلوكها. ويلو الشخص المضحك الذي يعبر عن حزنه وضيقه بشكل مبالغ فيه، يحول الأوضاع العادية إلى كوارث كوميدية ويضحك لآخرين في كل الظروف. حنن، هذا كل شيء لهذا اليوم. نحن لسنا متحدثين أصليين للغة العربية. من فضلك اغفر لنا إذا ارتكبنا أخطاء في الترجمات. شكرا على المشاهدة.